ضبط تموينية بالجملة نظمتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في القنيطرة منذ بداية شهر رمضان بحق الفعاليات التجارية المخالفة. وفي الوقت الذي تشهده الأسواق ارتفاعا حادا في الأسعار لا سيما المواد الغذائية والملابس، الأمر الذي انعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين. خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، مراقبة الألبسة، مراقبة الحلويات، سحب عينات مختلفة من المواد الغذائية بشكل عام، ولا سيما الآن الحلويات، عمل مقارنة بالأسعار، التأكد من سلامة ما يتناوله المواطن للوصول إلى أسواق ومحلات آمنة وصحية وأسعار مقبولة تناسب المواطنين، منع حالات الغش، مراقبة جودة رغيف الخبز. هذا كله من خلال العمل، تم تنظيم ضبوط تموينية خالفت غير المتبعين أو الذين يرفعون الأسعار. عدد الضبوط خلال شهر رمضان كان 90 ضبط تمويني، شمل مجموعة من المخالفات، منها البيع بسعر زائد، عدم تداول الفواتير، عينات غير سليمة، خبز غير ناضج، نقص في وزن الخبز، عدم إعلان عن الأسعار، وغيرها من الضبوط. وخاصة الآن في الأسبوع الحالي هناك ضبوط تتعلق بالألبسة، كان عددها 10 ضبوط بما يتعلق بموضوع الألبسة والأحذية، البيع بسعر زائد وعدم إعلان عن الأسعار. والله بالنسبة لأمور العيد بتعرف يعني الأسعار غالية والرواتب قليلة يعني، فبنحضر على هو الراتب يعني، بنقسم الراتب وبنحضره، بس ما بيكفي، كله غالي يعني، أمور غالية كثير يعني، المواد، اللباس، خاصة اللباس والخضرة كله غالي. والله يعني في غلا وفي خفيف يعني، من هون ومن هون، بس على أغلب الغلا أكثر، وأسعار غالية وناس غالية وبس، سلامة معرفتك. تتجدد المخاوف لدى المواطنين من ارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات الغذائية وخاصة الأساسية منها والألبسة، عازين ذلك إلى جشع فئة متربحة من التجار تتخذ من الشهر الفضيل وعيد الفطر موسما لزيادة أرباحها.